إذن قلت رسمت أمل مربعاً وقسمته حسب قطريه إلى أربع مثلثات. ما هو قيس مساحة المثلث الواحد من المثلثات الأربعة؟ مساحة المربع كيف نجدها؟ ضلع في ضلع. ضلع في ضلع. 20 في 20. مساحة المربع ثم ماذا تفعل بعد ذلك؟ نقسمه على أربعة. نعم، مساحة المثلث ضلع المربع في نفسه على أربعة يساوي كم؟ هذه طريقة أولى، مساحة بحثت عن مساحة مربع ثم قسمتها على أربعة. طريقة ثانية الآن، هذا المثلث ما قيس قاعدته؟ 20. وما قيس ارتفاعه؟ ارتفاعه نصف العشرة. عشرة. إذن ما هي القاعدة؟ يا سيدي 20. إيه؟ 20 في 10 على 2. أحسن، مساحة المثلث واضح. خط واضح. تمرين 6، أتأمل الجدول. أبحث عن الأعداد المناسبة لفراغات الجدول على كراسي المحاولات. قيس مثلث، القاعدة مثلث أ، القاعدة 190، الارتفاع الموافق للقاعدة 10، المساحة مجهولة. القاعدة 10 سنتيمتر، المساحة مجهولة. قيس المثلث ب، القاعدة 380 سنتيمتر، الارتفاع الموافق للقاعدة مجهول، المساحة 285 متر مربع. قيس المثلث ج، القاعدة 72، القاعدة مجهول، الارتفاع الموافق للقاعدة 24 متر، المساحة 864 متر مربع. 190 في 10 على 2. نبحث عن الارتفاع المرافق للقاعدة. كيف نجد الارتفاع؟ الارتفاع نعمل 235 مساحة في 2 على القاعدة. 285 في 2 على 35. ايوه 35. 15 متر. قيس الارتفاع موافق للقاعدة 24 متر. قيس المساحة 864 متر مربع. قيس القاعدة مجهول.